خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وتوجيهات سيادة الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم بلقاح كورونا، وأيضا الاستمرار في توفير الجرعات التنشيطية للمواطنين. لو حضرتك تطمننا على الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا، وهل اللي بيحصل ده استعدادات للمتحور أوميكرون وما يحدث في الصين وما يحدث في العالم؟ صباح الخير يا استاذ هدير، صباح الخير يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك كان اجتماع يعني مهم جدا مع سياده الرئيس. طبعا الموقف الحالي بتاع انتشار وباء كورونا، الحمد لله احنا في مصر الامور مستقره، عدد الحالات قليل، وبيتبعه طبعا عدد الحالات اللي بتحتاج دخول المستشفيات او الرعايات المركزه او التنفس الصناعي. الحمد لله الموقف حاليا مسيطر عليه تماما في مصر. احنا بنستغل هذه الفتره دايما في مراقبه الوضع العالمي، لان طبعا الوضع العالمي يهمنا كثيرا، وخصوصا ودي نقطه انا عايز يعني اكد عليها، ان الوباء ما زال منتشر عالميا. يعني ما زال جنوب شرق اسيا، الصين، ويمكن اللي ظهر بقاله عدة أيام كوريا الشمالية أعداد كبيرة جدا، وبلاد أخرى كثيرة فيها انتشار حتى الآن. وطالما إن الوباء ما زال عالميا ومنتشر وفي رصد لحالات كثيرة، إحنا دايما الترصد والتراقب والملاحظة والمتابعة في منتهى الأهمية، وده إحنا بنسميه مراقبة الوضع الوبائي. طب معلش دكتور، حالة طبعا في منتهى الأهمية، حالة التباين اللي حاصلة في الحالة الوبائية عالميا، تفسير حضرتك ليها ايه؟ لا، هي دي متوقعة، ان ممكن يحصل تحورات. حتى منظمة الصحة العالمية بتتكلم على القلق ان الانتشار السريع والكبير في جنوب شرق اسيا قد يكون دي متحورات جديدة من الفيروس. يعني فيروس كورونا نفسه موجود، انما زي ما بنسمع دايما هناك متحولات كثيره ومتجدده، وده متوقع تماما. يعني طول ما الفيروس موجود وبينتشر، وعشان يقاوم او يتهرب من المناعه البشريه او من التطعيمات اللي هي لقاحات، يعني هنجد تحولات كثيره. ده ليس جديد، هو كل الفيروسات كده الحقيقه. فاحنا بنترقب هذا. طب احنا على المستوى الفكره بقى، ان التحورات الموجوده اللي هو اوميكرون اللي حضرتك قلتيه ده، بيتميز ان هو سريع الانتشار، يعني بيصيب اعداد كبيره جدا او يعدي حالات كتير، لكن الحمد لله الاعراض بتاعته اعراض خفيفه. حتى الحالات القليله جدا اللي موجوده في مصر النهارده اعراضها تشابه تماما الانفلونزا الموسميه العاديه. طيب احنا كده يا دكتور، يعني هل هيبقى التطعيم معانا يعني سنوي، ولا هنكتفي بجرعه تنشيطيه ثالثه؟ وخصوصا انت حضرتك عارف ان طبعا ربما يعتقد البعض ان يعني الحكومه فتحت الاجواء شويه او خففت من الاجراءات، فان احنا يعني الموضوع خف، يعني برضو الوعي بتاع المواطن ربما يبقى هو الاهم يا فندم. اعتقد ان عمليه الوعي اكثر حاليا، يمكن مع انخفاض كبير في عدد الحالات الناس يعني بتقلل شوية استخدام الكمامات أو الماسكات، بتقلل شوية أو ما زالت فتحت شوية موضوع التجمعات البشرية. لكن أنا رأيي أن أنا هجاوب سيادتك على موضوع الفيروس هيبقى نوعه إيه أو التطعيم، إنما أنا رأيي أن احنا يجب أن تكون يعني سلوكياتنا أو طريقة تعاملنا استخدام الوقاية بصفة عامة حتى بعد ما يختفي الفيروس. صحيح. ليه بقى حضرتك؟ لان هناك امراض وبائيه اخرى، يعني كل يوم بنسمع. صحيح. ودي نقطه برضه ناقشت امس مع سياده الرئيس، ان في امراض وبائيه اخرى موجوده في العالم. يعني ناقشنا موضوع الالتهاب الكبدي الوبائي اللي موجود في بعض البلاد، الحمد لله احنا ما عندناش، لكن ده وباء اخر وقد يكون فيروس ثاني. ناقشنا برضه، ودي نقطه مهمه قوي، ان حمله اللقاحات او التطعيمات اللي بتقوم بها الدولة والحقيقة بتصرف فيها مبالغ طائلة. مثلا على سبيل المثال، الحمد لله احنا ما عندناش حالات شلل الأطفال، لكن في حملات تطعيم بيعلن عنها سنويا، وحضراتكم أستاذ مصطفى بتعلنوا عنها في وسائل الإعلام. يجب أن نستمر في هذا،
كل دي الحقيقه يا فندم وسيله لحمايه المجتمع وزياده مناعه المواطنين. يجب ان نصاحبها ايضا يعني احنا الطريقه اللي بنتعامل بيها نخفف من حده احتماليه انتشار بعض الامراض. التطعيم حاليا احنا الحمد لله يعني وده نقطه اخرى مهمه واكد عليها سياده الرئيس، احنا عندنا الحمد لله وده كرم كبير من ربنا وجهد يعني الحقيقه مضني، سواء مضني من الاتصالات او الدعم السياسي او توفير الاموال او تاكيد دائما سياده الرئيس والحكومه على ان الطعوم او اللقاحات تبقى متوفره، وهي فعلا متوفره. احنا عندنا كميات ضخمه جدا من الطعوم سواء الاحتياطي اللي موجود عندنا او في تدفق لهذه اللقاحات. انما لحد دلوقتي في نقطتين يا استاذ مصطفى. اتفضل. احنا عندنا بندي الجرعه الاولى والثانيه من اللقاحات اللي فيها جرعتين، في نوع واحد بيتاخد جرعه واحده. وبنؤكد ان لازم الناس تاخد الجرعتين، احنا الحمد لله يعني عدد او كميه اللقاحات التي اعطيت في مصر حاليا تخطت ال 85 مليون جرعه. لكن عندنا كمان بندي لازم الناس تاخد جرعتين في الطعوم اللي فيها جرعتين او جرعه واحده. عدد الناس اللي تم تطعيمهم عدد كبير جدا ويمكن قربنا من 40 مليون وده كان هدف لنا. وايضا الحاجه الثانيه المهمه اللي سيادتك قلتها ان في بعض الفئات خدت الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه. ليه بقى حضرتك؟ لان بعد الجرعتين بفتره زمنيه معينه التأثير القوي بتاع الحماية بتاعة اللقاحات بيبدأ يقل. عشان كده الوزارة والدولة الحالات الناس اللي هم فوق 60 سنة إلى كبار السن يعني اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم أمراض مناعية الكوادر الطبية كل دول بياخدوا الجرعة التي تسمى الجرعة الثالثة أو المعززة. أرجع تاني لسؤال حضرتك، طب هيبقى روتيني؟ لما ينتهي الوباء ويبقى الفترات الزمنية البينية اللي احنا مستعدين ندي فيها جرعات منشطة او معززة اعتقد ان هذا الفيروس هي مجموعة فيروسات كورونا، عشان بس حضرتك تبقوا عارفين هي فيروسات معروفة، يعني احنا عارفين طبيا ان في سلالة الكورونا دي من ضمن السلالات التي تؤدي الى التهابات الجهاز التنفسي. لكن هذه السلالة اللي موجودة حاليا واللي بدأت في نهاية 2019 وموجودة عندنا وموجودة في العالم كله، هذه سلالة جديدة وتحولت إلى وباء عالمي. احتمال بعد ما تنتهي الوباء عالميا تماما أن يبقى الجرعة دي زي الإنفلونزا الموسمية تبقى نوع من التطعيم الروتيني السنوي أو النصف السنوي حسب الظروف، وقد يؤخذ فقط لبعض الفئات يعني مش ضروري الناس كلها ده بعد كده. لكن دلوقتي احنا مستمرين وارجو ان حضراتكم معايا تدعو الناس الى الاستمرار في عمليات يعني استخدام لانه ده يا دكتور كمان حاله التطعيمات اللي حصلت والعدد الناس اللي اتطعمت هو اللي ادى بينا لانخفاض حالات الاصابه للشكل ده. عايز اروح مع حضرتك لجزء اخر لان حضرتك يا استاذه هدير التطعيم بيساعد في الحمايه صحيح بيساعد في الحمايه المجتمعيه ودي مهمه صحيح. جدا ويمكن الهدف الاساسي والرئيسي للتطعيم او اللقاح انه يقلل شده المرض ودي مهمه جدا عشان كده الحالات الشديده قليله جدا. ونمره اثنين ودي الاهم يقلل دخول المستشفيات ونمره ثلاثه يقلل الوفيات بدون شك.